خير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج يوم جديد على قناه الموريتانيه. نتمنى لكم بدايه اسبوع مليء بالخير والبركه والنجاح، ونبدا معكم برنامج يوم جديد في اولى حلقات هذا الاسبوع. سنستضيف فيه ميني ناجي، هو مؤسس اكاديميه ميني ناجي للتعليم عن بعد. مرحبا بك استاذ ميني. شكرا. في البداية نشكر التلفزة الموريتانية على إعطاء هذه الفرصة، وأيضا نشكر الأستاذ المرابط، وشكر يعطيك الصحة على هذه الفرصة أن نلتقي بالناس ونتحدث عن تجربتي. طبعا تجربتك، أنت صاحب أكاديمية تعليم عن بعد، هذه الأكاديمية تدرس فيها اللغة الإنجليزية. صحيح. كانت صحيح. بالأساس ميني طبعا استطعت بناء مشروع انطلاق من تجربتك وبدون رأس مال وبدون أي دعم، طبعا استطعت أنك تبدأ هذه الأكاديمية اللي أصبح طلابها طبعا في تزايد عبر الإنترنت. لين بدأوا أولا معك في سرد قصتك مع هذه الأكاديمية، الطريق الأول، وخلينا نختار نعرف أول مرة تملك فيها جهاز كمبيوتر. أولا نعطي مقدمة عني. أنا إنجالي ميني ناجي، ولدت في مدينة إنجال باركيون، وتقريبا مشوني اهلي اصلا شور محضري، يعني ما مشوني شور مدرسه. تعليمي كامل كان كله تعليم محضري. 2000 تقريبا، وهذا اقباط يعني الاجازه، حاصل على الاجازه. نعم 2003 اقباط الاجازه. 2004 تقريبا مشيت شور المحاضر كيف تنطق ما تكون باغيه. و 2008 رجعت نواكشوط وعدلت الباك. يعني تدريسي كامل كان يعني تدريسي كامل محضري. كان محضري بحت. 2008 جيت لنواكشوط، وطبعا ما عندي اي فكره عن اي لغه اجنبيه، سواء كانت فرنسيه او انجليزيه، حتى اني ما قدرت اكتب اسمي بي لغه اجنبيه. عدت بك او و 2009 نهايه 2008 حاولت الالتحاق بالجامعه. طبعا كان يكسع فرصتي، يعني كان هم امتحان للدخول، وعقبت نجحت في الامتحان. طبعا كنت انا هو التحتاني بعد هم دخلت بعد في الجامعه. اي كليه؟ كليه الادب الانجليزي. يعني لماذا تختار الإنجليزية وانت ما كان يعني تجاي من التعليم المحضري، يعني ما فيه اي علاقة باللغة؟ سؤال جيد. السبب لاني اخترت الإنجليزية لاني مثلا كنت افكر في نقيس المعهد العالي، والله نقيس مثلا كلية شريعة، يا رضا هو انا لا يعود لا إعادة. نفس اللي كنت اقرا في المحاضرة، مثلا قريت المحاضرة دراسة معمقة، ولين يجي مثلا المعهد العالي، والله نجي لي بلد ثاني، لاني طبعا نعيد نفس يعني المعلومات. يعني الامتداد اللي كنت نقرا. اذا قررت على اني مثلا قيس جديد. مش شجعني. أذكر والدي فقط. يعني كانت الناس كاملة تقول إنه ما يصح، مع إني ما نقدر نعدله. يا غير على أي حال أنا قررت تفعني لابد من عدل من عدل. يعني كان مثاب التحدي بالنسبة لك؟ كان تحدي، وكان يعني صعب جدا. يا غير عقب قررته، وعقب دخلت الجامعة الحمد لله نجحت فيها. في 2011 تخرجت. سنتك الأولى كيف كان اختلاطك بالطلاب، طلاب الإنجليزية؟ السنة الأولى كانت صعبة. كنت عدل دروس تقوية في اللغة الإنجليزية؟ عدلت قبل نشارك في عدلت بشهر قبل نشارك في قبل تفتح الكلية، يعني قبل حتى نشارك في الامتحان عدلت شهر من هذا. وما السنة الأولى يعني كانت صعبة جدا. يا غير بخلال 6 أشهر الأولى استطعت إني أتحدث اللغة الإنجليزية هون في موريتانيا، حتى بدون حاجة للسفر، وبدون حاجة حتى إلى الالتقاء بالآخرين. يعني استعنت بالفيديوهات والإنترنت؟ الإنترنت حتى الآن لم أكتشف الإنترنت ذاك الوقت. ما اكتشفت الإنترنت فقط، كنت أعتمد على جهودي الخاصة، كنت أستمع ياسم الاستماع. حتى الآن الأفكار اللي عندي أركت إياها نقري مثلا في الأكاديمية، اللي استطاعوا انهم يعطوا نتائج دائما يعودوا عندنا وحدين ينضمون، يعطوا تقريبا شهرين التشهر يحقوا نتائج رائعه معنا. ذي النتائج انا اصلا قابلتهم بتجربتي، يعني الناس عقبك تنقريها بتجربتي انا، يعني ما نقريهم مثلا بالقواعد والقواعد المنهجيه اللي اصلا. انما فقط حاولت يعني اني ننقل تجربتي، ننقل افكاري انا اصلا اللي استطعت اني نحقق ذي الهدف خلال 6 أشهر، وكان كل رقاش كامل اللي يطبقها ينجح معنا. خلينا ناجي طبعا اللاف بدايتك مع اللغه الانجليزيه طبعا في كليه الاداب. السنه الاولى كانت سنه صعبه جدا، لكنها ايضا كانت ممتعه، كانت مليئه بالتحدي، وكنت نسهر ياسر من الوقت، وكنت نعطي ياسر من الوقت نقرا، وكنت نستمع ياسر من الاستماع، يعني نعدل ياسر. كانت انا ما قدرت نسافر، كانت صعبه وكانت ايضا ممتعه الحمد لله. يعني بقى معك ياسر من ذكريات، بقى معك اكثر شيء طبعا كان
كان يعترى طريق الباحث والله المتعلم للغة الإنجليزية محيط من كان يساعدك طلاب من كان يساعدك والله عادوا يصحوا لك بطريقة تعود نو أنا في بدايتي مثلا كنت خجول جدا خاصة في بداية السنة الأولى يعني ما كنت أشارك في القسم وايضا كنت خجول لاني انا كنت كانت سنه الاولى وكان معايا طلاب يعني واحدين منهم كانوا في النظام القديم وكانوا يتحدثوا يعني تسمعهم يتكلموا الانجليزي انا نقول كيف انا قد نقرا معاهم ما حسيت مره حدث نفسك قلت انا ارتكبت حماقه والله انا استرعت اني جيت كم من مره تقول انا قاع اخباري لا نعود قست الشريعه مثلا والله قست تخصص موازي اللي كنت كم من مره فكرت فعلا اني نوقف يا غير كنت دائما عقب تعرف هو دائما اللي تعود تعذر شيء يعود دائما يجيك احباط يا غير بعدين الين تصر يعطيك من انا دائما امر ثاني شويه من الامر اللي قد تواصل يعني هذه كانت قصتي معه مرات نقرر اني ما نواصل يا غير عقب ذاك نعقب نجبر مثل نشوف امل والله شيخ انت قدام نواصل معه. بالنسبه السنه الاولى تخطات السنه الثانيه في الجامعه بدات تتاقلم طبعا لا السنه الاولى استطعت اني اتحدث اللغه الانجليزيه بكل طلاقه يعني 6 أشهر الاولى بس طبعا هذا بفضل كامل الجهد اللي كنت نعدل يعني كنت نعدل جهد خيالي ما هو في الجامعه يعني خارج الجامعه شهور المنزل 6 أشهر الاولى ما كانت عندي اي مشكله في اللغه الانجليزيه لا من كتابه ولا كلام يعني السنوات الثانيه اللي جايه كانت سنوات وتوف تحدي من نوع اخر ما في تحدي بعد من نحن مهم نحن نتكلم في التحدي الاول اللي هو سنتك الاولى ودخولك الاول 6 أشهر الاولى شنو هو ذا السر استاذ ميني على انك في خلال 6 أشهر استطعت انك تتحدث اللغه الانجليزيه بكل طلاقه يعني شنو هي المفاتيح بالنسبه للناس اللي تختار تعود تختار يعني تقرا كنموذج وتجربه طبعا تحتذى بها دائما النصائح اللي نعطي على مثلا اللغه اي لغه اللغه الانجليزيه اولا تحتاج الوقت وتحتاج للمثابره يعني عدم التوقف لانك لين تعود تبقى تتعلم اللغه الانجليزيه وتعطي معاها مثلا تعطي تقريبا 2 أسبوع 3 أسبوع انت متحمس وبعدين ذاك الحماس يتقلص الى 70% ولا 60% لا تحقيق الهدف تقريبا من المستحيل وايضا هم طرق وهذه الطرق كامله ما يقدر يتواصل معها يكون حد لابد من يحققها مثلا انا دائما اقول لهم الاستماع انا كنت دائما نصات الجزيره الانجليزيه في ذيك الفتره وقلت اتصور اني انا مبتدئ ونصات الجزيره الانجليزيه اذا مساله صعبه جدا لكني واصلت معها حتى على الرغم اني ماني فاهم شيء يا واصلت معها عقب يعني بعد مرور الاشهر تحس تلاحظ انك بدات تكتشف الكلمات والمصطلحات بدات تفهم اللغه اللي قدامك والله زاد هذا الماده المقدمه المعروضه في الشاشه يعني سواء وثائقي او فيلم يعني هذه الكلمات والعبارات اللي تتردد دائما يعني من المفروض انها والله زاد من المطلوب ان تعود دائما الاذن سامعه هذه العبارات ياك قد طبعا يخلق فيها تواصل نعم صحيح اذا كنت نصح الناس دائما بالاستماع ونصح ايضا بالقراءه حتى ولو ما لك فاهم حتى ولو انك انت مبتدئ يعود دائما عندك كتاب تقرا منه يوميا صفحه يعني هذا برنامج عندنا في الاكاديميه دائما نفرض على الناس انهم يستمعوا يوميا نفرض على الناس انهم يقراوا يوميا وايضا انك تحاول تطبق كل ما لان اللغه عباره عن هي اصلا مصنوعه للكلام يعني مصنوعه للتطبيق ما تعود فقط لا تحفظ وتعود عندك خجل انك تتكلم عن الناس عندك خجل انك تطبيق وانما يعطيك تعود دائما تطبق في الكتابه وتطبق ايضا في الكلام وتعود تقرا وتعود تستمع اذا هذه كانت هي هي مثلا الاصرار اللي انا استطعت اني نحقق الهدف بدون حتى نسافر مثلا خارج شرب بلد ثاني يعني هو قطعا في تحدي استاذ ميني به اللي ياسر من الناس يعود خجول بانه خايف لا يقول كلمه بالانجليزيه والله كلمه بالفرنسيه وسط لا يشقرها عليه مثلا يختار هم عن ما هو متخيل ان اللغه لا بد لها من هذا التحدي لا بد لها من هذا مثلا خايف لا يصحوا له مثلا تعود تصحيح قال كلمه مثلا والله كتب جمله هذه الجمله راك تتعرض انك تعود خايف من النقد كيف يمكن التغلب على هذه المشكله تصحوا باش التغلب على هذه لا بالتطبيق فقط يعني هي ما عنده اي سر ثاني انت مثلا عندك خجل بانك تطبق مثلا تتكلم خايف بانك بتعدل خط بانك تعدل خطا الحل الوحيد هو على انك تقوم وتعدل اللي خايف منه
سمعت معي يعني مهم حل ثاني نعم يعني مهم حل ثاني انا عندي خجل وخايف ومحتاج لذا. اذا الحل الوحيد هو شنو انك تبدا تتكلم تقد في اليوم مثلا الحمد لله التكنولوجيا متقدمه تقد تدخل الانترنت وتجبر حد ثاني في بلده ثانيه عنده نفس الهدف يعني يتعلم اللغه الانجليزيه تم تتكلم معها بشكل يومي. وطبعا انا هذه عدلتها في النهايه يعني ما في البدايه اني في البدايه قاعد الانترنت ما هي عندي. وايضا الى عاد عندك زميل مثلا في الجامعه والله في معهد والله شيخنا وتدعو دائما تتكلم معاه زميل يعود متميز. اذا ما هم حل قبال سحري يكون لانك تقوم تعدل 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 جميل جدا. طبعا ذكريات الجامعه ثلاث سنوات ولا اربعه؟ ثلاث سنوات ليسانس. من بعد طبعا الجامعه شنو الافكار اللي جاتك؟ كملت اللغه الانجليزيه حاولت انك تسافر يعني بالنسبه بعد نهايه الجامعه كان بالنسبه لكل شيء مبتدئ يعني كان كل شيء غامض ما نعرف حقيقه انا شيء نعدل عاقبين نتخرج قاع وحتى ما انا ركبت يعني خلاص عندي انت عندي اخترت تخصص هذا تخصص قبضت فيه شهاده ما بعد التخصص بعد يعني التخصص كنت مفكر على اني مرات نعود نبقى مثلا نعود صحافي ما كيف قد نقول لك اني كنت ضايع يعني ما نعرف اللي يعدل شنو ذا اللي نبقى نعدل اكتشفت الله في الاخير عقب ذاك بعد التجارب. طبعا دائما الطريقه انك تكتشف اللي الدور هو انك تجرب اكثر كل ما جربت اكثر كل ما استطعت انك تتوصل لافكارك انت للدور والمسائل اللي تبقي والمسائل اللي تبقي تعدل. اذا هذه كانت نفس قصتي نعم هذه كانت نفس قصتي. تفضل. بعد التخرج مثلا بعد التخرج نعم. عقبت جبرت فرصه سافرت كنت اول شيء نسافر الامارات عقبت ما مشيت شهر عقب ذاك قست انقولا كنت نشتغل في شركه موريتانيا انقوليه وكنت نشتغل فيها كمترجم طيب في تقريبا سنتين والله ذاك يعني وبعدين عقبت قررت اني نأخذ من الشركه ودخلت انا مشاريعي الخاصه يغرد كامل ما كان مثلا ذي الدوران صارت ما كان فقط تجارب كنت تدخل من هون وتعقب يعني اللغه تقول عنها سهلت لك فتحت لك ابواب اكيد اكيد يعني اكيد حتى الاكاديميه بدون تعلم اللغه الانجليزيه يعني الاكاديميه حتى سابقنا بالاكاديميه سابقنا عند الاكاديميه كان اللي هو اللي قالوا التسويق قبل الانترنت بناء المواقع بناء المشاريع على الانترنت يعني هذا كان مستحيل بالنسبه لي اني اتعرف عليه لو اني ما اعرف الانجليزيه. كنت مثلا في زمان اشتغل اقبضت نسبه من راتبي وكنت اعطيها اللي قال لهم الدورات في الدورات على الانترنت تتميز عنك انت تقرا اللي الدور دائما تقرا 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 لا مساله دورها يعني ما هو كيف مثلا في الجامعه كنا نقراه نظام يعني هم نظام وسيستم انت ما تتحكم فيه. اما في الانترنت انا كنت ندفع باش نقرا المسائل اللي الدور يعني كان طبعا طيت سنتين والله ذاك انا واحد في الدورات وكنت نجرب نعدل يعني دورات متخصصه باش دورات متخصصه في التسويق عبر الانترنت ماركتينج عبر الفيسبوك في بناء القائمه البريديه ايضا دورات كيف تحول فكره الى مشروع يعني عندك فكره كيف تحولها كيف الاكاديميه تحولها بدون راس مال بدون دعم بدون اي شيء تحولها شور مشروع يعود مشروع كما يقولوا يكسر الدنيا مشاريع يعني مشاريع على الانترنت تعود اذا كانت بالنسبه للانجليزيه كانت هي الاول يعني المفتاح الاول اني كنت نقبض دورات من الدورات الاخيره يعني من متخصصين يا غير دورات اخيره ما نقبض دورات مثلا قديمه والله نقبض الاشياء حديث شيء حديث جدا انا مثلا في 2016 نقبض دورات اخر افكار 2016 وطبعا هذا قديت نعدل لا اني نعرف اللغه الانجليزيه فهمتوا كنت نقبضهم دورات من امريكيين طبعا متسوقين الامريكيين وهكذا يعني كما قلت اللغه الانجليزيه كانت هي مفتاح يعني كانت مفتاح انت طبعا كنت تشتغل في وظيفه في انغولا في شركه طبعا عندك راتب ويعني الحمد لله. لماذا تخليت عن هذا؟ لماذا تخليت عن العمل؟ ياك تفتح اكاديميه والله يعود عندك مشروع قيل ينجح قيل ما ينجح يعني تبدا من الصفر. اولا انا في البدايه هون نقول باطل الشباب كاملين اللي يبقوا يعدلوا مثلا مشاريع على الانترنت ولا يبقوا يعدلوا مشاريع ما ننصحهم على انهم يقدموا استقالتهم سابق يوقفوا المشروع يعني يقعد كيفتي انا. بالنسبه لي انا كانت عندي فكره وايضا لاحظت على اني الشركه كنت اشتغل فيها شركه طبعا رائعه جدا وطاقمها رائع وكنت ما شاء الله داخل فيها كنت يعني فرد من العائله كنت فرد من العائله نعم كنت فرد من العائله الشركه كانت رائعه جدا ولكن انا ما حسيت على انه ذا الدور ما حسيت على انه هذا هو اللي ندور وفي ذيك الفتره كنت نقرا على انك باش تجبر هذا الدور انك لابد من يعودهم فاكيوم اللي هو فراغ مثلا انت اللي تعود الدور فرصه معينه وانت تعود
شاغل وقتك في شيء ثاني وعليه فرصه تجيك، اذا لابد من تخلي تاخذ وتخلي وقت. كيف تاخذ؟ لابد تخلي وقت طبعا. لا لا ما هو قصدي مثلا انا اخذت من شغلتي لان دوري كان فرص ثانيه تجيني، مثلا كانت عندي 8 سواعي نشتغلها يوميا، اذا 8 سواعي وعليك تجيك فرصه لانك انت ما عندك فراغ. سمعت اللي هو هذا بالنسبه لفكرتي، قلت لك اني نقول للشباب كاملين واحدين يتواصلوا معايا دائما ويسولوا كانهم يقدموا استقالاتهم، انا نقول لهم ما يقدم حد استقالته نهائيا يكون بالنسبه لمشاريع الانترنت بسيطه. قلت تقعد تشتغل مثلا على مشروعك وفي نفس الوقت انت تشتغل مثلا وظيفتك، يعني تحس على انك مشروعك عاد محتاج لك، عاد مثلا مسير على عائلتك، تقعد ديك الساعه تقدم استقالتك. غير في البدايه انا ما نصح اي حد، بالنسبه لي انا عدلتها وخلط ودخلت مشاريع ثانيه قاع في الواقع، يعني اشتغلت في مجال ماركتينج، اشتغلت في مجال المونتاج حتى، وشغلت مجالات، لكن ايضا كامله ما كانت تعطيني ذا الدور، لاني انا المشروع اللي كنت ندور شنو ندور مشروع يعطيني المال ويعطيني الحريه، يعني نعود انا اشتغل في بيد من العالم كيف تنظر كنت اشتغل في بيد من العالم. يعني ما عندك ارتباط مثلا مؤسسة تفرض عليك انك تعود مقيم في دولة مثلا، ولا مقيم مثلا في بلاصة داركتك؟ نعم. لا تختار تعود اكثر حركية. نعم. يعني هذه كانت هي الفكرة، وكان هو الهدف، وكان هو بالنسبة لي كان هو الحلم. طبعا كيف ما قلت لك يعني جربت ياسر من التجارب سابق نوصل له، التجارب كاملة كانت في صالحي، كان فيها فشل، طبعا كان فيه فشل ذريع حتى. فشل من اي ناحية؟ من ناحية طبعا مادية، من ناحية مثل القرارات، تعود عندك مشروع معين تقبع قرارات فيه ما هي زينة، تعقب ترجع عليك، تعقب تخسر فلتك. طبعا هذو التصرفات، والله هذو القرارات اللي قلت انت انهم طبعا والله تعتبرهم فشل، لابد من يتعلم منهم حد يعود مثلا طارح لهم البال، يعني هذو دروس يفيدونا في المستقبل. صحيح اكيد، يعني هذه دروس بالنسبه لي انا ما كان دونها تطور، ما كنت قد نعدل شيء دونها. كانت مؤلمة في وقتها، سمعت، وكانت فشل كبير. يعني على سبيل المثال نتذكروا واحد منهم حالا، نذكروا اول شيء اللي هو اعلني لي فتحت شغلتي. عقب ذاك عقبت كان عندي قرارات ثانيه قبلها، يعني قرارات كانت تعبانه حتى جدا في مجال البزنس، ورجعت لي. عقب ذاك ملي عقبت عدلت مؤسسه صغيره اللي قال له الماركتينج والمونتاج، عقبت ايضا فشلت طبعا بسبب قرارتي انا، وبسبب كامل اذا من خلاله كامل قادني، تعلمت انا بعد اول شيء. يعني انا مثلا النهار اللي عدلت الاكاديمي عدلتها مثلا بدون راس مال وبدون حالس، حد اسمع بدون راس مال يشك عنه الصبح لا هي بدا يعدل مشروعه. انا بديت اول شيء انفقت على الماركتينج، يعني عدت نعرف قالوا التسويق، انفقت على البرامج اللي تعلمتها انا، الطريقه اللي نبني بها انا مثلا موقع، الطريقه اللي نبني بها منصه للدروس، والطريقه اللي نسجل بها الفيديوهات. يعني انا تعلمت كل ما احتاجه يكاني نعد المشروع، لين جات اللحظه انا طبعا ما سقرت فيش. سمعت اني عندي الخبره وعندي التجربه، تلقاني قاني الان نعدلوا والتعليم اصلا انا اللي هو يعني الطريقه انا واضحه لي وبدات فيه بدات فيه طبعا بشكل جيد. وهذا طبعا قد يعود مثلا مثال للشباب اللي مبتدئين انهم طبعا يعودوا يخلقوا فرص روسهم مثلا، ما يعودوا ما معتمدين حتى لا على ذيك الوظيفه اللي لا هي زبت، يعني خيارات عديده. الصعوبات اللي واجهتك ميني ناجي في هذه بناء هذه مثلا هذه الاكاديميه الافتراضيه اللي على الانترنت، واللي بدات تقدم الدروس الافتراضيه لعدد كبير من انت بدات مثلا في بناء هذه الاكاديميه، انت اسستها بالتحديد، وشنو اصعب شيء واجهك في الطريق؟ اول شيء انا اصلا مؤمن على ان الافكار، ان احنا اليوم عندنا ياسم الافكار، هاي الافكار كامله قد نحولوها شور مشاريع. يعني السبب دائما على ان نخرصوا افكارنا مثلا، نخرصوها بطريقه دونيه، يعني ما الواحد عنده فكره يا شاك عندي الفكره انها ما قد عدل عنها اي شيء. بالنسبه لي انا اول شيء بدات مع الانترنت، يعني كنت اشتغل مع شركات، كنت اشتغل في مجالين قالوا سي بي اي، مجالين قالوا افليت، وكنت طبعا نحصل من الفضاء، يعني كنت نحصل من الفضاء، وكنت اعطيه ياسر من وقتي. ولكن هذا المجال تعلمت منه اول شيء هو الطريقه اللي نسوق بها فكرتي، الطريقه اللي نتعامل بها مثلا مع جمهور الانترنت، يعني هذه الطرق ما تعلمتها في المجالات. لكن هذه المجالات تعتمد اساسا على ترويج منتجات اخرين، يعني مثلا يعود عندك كتاب
تقول لي هذا الكتاب لا يتروجوا على الانترنت، طبعا تعطيني رابط مثلا ونروجوا انا ونعود انا نحصل على عموله من 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 السعر. من انتشار طبعا هذا الاعلان انتشار طبعا هناك نعم. في بوست لكن عقب ذاك بالنسبه لي انا ماني ما ما اللي هو زين عندي عود عندي انا شراس سمعت انا عندي عود انا عندي مشروع راسي زين عندي عود عندي شيء ذوك وانا هو اللي نديره. إذا باطن قد الفكرة على أني ما كنت نعتقد يوما من الأيام على أني لا يحقق بيعون عندي مشروع وعلى أن المشروع لا يخدم ياسم العالم وهو من خلال فكرة الإنجليزية. يعني إذا ما كنت يعني هي فكرة قريبة وفكرة ناس محتاجة لها وفكرة يرى أنا كنت نجلف ليدة ثانية ندور القضية. أول شيء اكتشفت على أنك ما كنتك عندي طريقة للتدريس طريقة التدريس الحمد لله ناجحة. قطيت دروس الوحدين من الشباب قديما كنت دائما نعطي أسبوع أسبوعين دراس وحدين يحسوا بالفرق في خلال فترة وجيزة جدا يعني يحسوا بالفرق حتى. وفي نهاية 2015 كنت نعطي دروس لأصدقائي كنت نعطيهم دروس وواحد منهم كيف تيانا عندهم خلفية محضرية يعني ما قد تقرأ الإنجليزية وكانت بعيدة عندهم لاحظوا فرق كبير جدا وصبحوا قاعد يجوني سابق الوقت يعني صاروا متحمسين يعني عندهم شغف نعم. شغف بالدراسه صاروا يعني. متحمسين عقبتها يعني هذا ناتج عن ايش مثلا عن حبك انت شخصي للتدريس اللي دائما الشخص الناجح والله الشخص اللي دائما يوصل لك الشخص اللي يعود للروايه اللي يمارسها حق عنده والله يمارسها عن طريق هوايه طبعا انا اللي هو كوني نبقي التدريس مثلا هذه مثلا نبقي نتمتع بها حتى والثاني ايضا الطريقه هو يعني انا ما افكر دائما ما نركز دائما للتدريس على القواعد يعني ما ركز دائما على النتيجه دور رجاج كل ما كل 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 ما استطاع انه ينتقل شور 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 انه يحقق الهدف بسرعه كل ما كان بالنسبه لي افضل. اذا دي الطريقه اللي كنت نعدل عقبت انا سافرت عنهم واصل لك القصه عقب سافرت عنهم مده شهر وين رجعت كيف تتوقف واحده منهم واحده منهم نساوي اظن اللي كانوا يقراوا. اذا جاتني فكره قلت انا لين نعد الحل يعود مثلا يلغي المكان والزمان يعني يعود رجاج يقرا ما هو مربوط مثلا المكان لاني انا كان مربوطين بي اللي انتقلت انا عنهم مثلاً بالمكان حق يعني اللي انتقلت انا عنهم مشيت نعدل شي مشاكلتي ورجعت لحقتهم وتوقفوا والله لحقتهم نساوي اللي عدلوا. اذا كنت افكر شنو الطريقه اللي نقدر نعدل فكره مثلا تلغي المكان والزمان انت مثلا تقرا في بيدم تبقي في العالم وتبعد هذه الفكره وبدأت بالفعل بدأت نسجل فيديوهات قلت لي تقريبا 6 اشهر فيديوهات اللي انا ارفع على الموقع وبدأت نبني الموقع وبدأت نبني المنصه اللي ندير فيها هذا كامل هو من 8 اشهر 9 اشهر يعني عمل متواصل عمل متواصل ليل نهار عمل متواصل كان ليل نهار والفكره قد تصور عنها على اني انا كنت مثلا معي للموريتانيين وذا جديد عليهم كامل يعني ما كان هم حد ما كان هم دعم قبال واضح ذوك وان عندي وانا الفكره ما اعرف كان تنجح والله ما نجح انت بالتحديد مع 2015 شهر 12 25 في اطلقت اول دوره لي واطلقت وكانت الدوره يعني ناجحه بمعنى الكلمه وكنت انا متفاجئ جدا بالنجاح اللي عدته خلال 3 ايام فقط. تحدث كيف انتشرت الفكره يعني كيف وصلت للناس كيف طلبات التسجيل طريقه اللي يسجل حد بها طبعا هو في كلاسات والله في دورات S1 S2 S3 يعني نعم بالنسبه للبدايه كان مسجلين دائما الناس اللي تعرفني اصلا يعني انا يعرفني ياسم الناس واحد منهم قد قريتهم وواحدين عود ما قد قريتهم يعرف واحد انا قد قريتهم والله قد يعني انا ما قد مارس تدريس بشكل مستمر ما قد مارس نعدله شويه لكن دائما نلاحظ الفرق اللي تجبر الناس في ذيك الفتره الوجيزه. كان المشاركين غالبا من موريتانيين يعني الفتره الاولى كان المشاركين من موريتانيين يعني ما كان عندي حد من دوله ثانيه. الدوره الثانيه ايضا كان المشاركين كنت اشتغل وحدي كان المشاركين من الموريتانيين. الدوره الثالثه دخل واحد من المغاربه دخل واحد سعودي اعتقد سمعت بدت مثلا تنتشر بدت احنا في الوقت الحالي سوقنا الكبير ما هو موريتانيا سوقنا الكبير الجزائر ثالث المغرب منهم موريتانيا منهم السعوديه يعني اكثر الطلاب اكثر نعم اكثر عندنا طلاب وحتى اكثر المتابعين في الاكاديميه اكثر من الجزائر بعدين المغرب وبعدين موريتانيا والرابعه السعوديه. لماذا الجزائر تتصدر قائمه الطلاب عندك؟ نحن فقط نقوم بالترويج الترويج مثلا والفكره كما قلت لك على انها تقوم على تقديم الحل هو الناس على المكان والزمان يعني انت ما تعود مربوط لا مكان وبلا زمان واحنا نعود الترويج لان عود رجاج مهمه عنده الانجليزيه
مثلا مو ما عنده حتى تاجر والله كانوا والله يشتغل في شركه معينه لكنه ما عنده الوقت انه يقيس. طبعا الفكره هو كان يلود لها. احنا عدد الترويج نعدلوه في العالم العربي كامل كان من حجم الاقبال اعترضوا في مثلا الناس حجم الاهتمام مثلا عند الناس الجزائريين ذا الحل كان طبعاً. كان بالنسبه لهم يقدم حل كبير بعدين الفرنسيه كان حل يعني ما اقدر اقول لك سبب لكنهم ما شاء الله المشاركين عندنا كثر وحتى احنا قادرين نفكر في ان نعدلوا مقر في الجزائر ان شاء الله باذن الله تعالى قريبا وايضا في المغرب وبعدين هون موريتانيا الاكثريه اللي مشاركه معاهم اللي في العالم الاخر يعني هم بالنسبه للموريتان هون ما عندنا ياسر المشاركين معنا بالنسبه اللي مشاركه معنا ما هي ياسر حتى الموريتاني المشاركين معنا لا الموريتاني مثلا اللي في قطر اللي في امريكا مثلا اللي في المانيا يعني ما شاء الله فرض عليهم تعلم اللغه لانهم طبعا ما يعيشوا في الوطن عايشين خارج الوطن نعم. بالنسبه للمبتدئين والله الناس اللي مقبله على يعني على هذه الاكاديميه انها اللي تخلي مدرشني اذا كانكم تعدون لها تحديد مستوى تعرفوا بعد كاع من اين تبداون اللي فيه بعض الناس يعود قرا الانجليزيه شوي عنده الابجديات يقارب فاهم يختار يطور مستوى ولا حد بادئ من الصفر يعني كيف تحددون المستوى بالنسبه للطرق عندنا هو على ان اي رجاج كامل جانا اول شيء نعدل معه مقابله كما قلت نحدد مستوى انترفيو نحدد مستوى وبعدين نفتحوا له حساب كما قلت لك الموقع اللي ذكرت لك احنا عندنا منصه مغلقه فيها تحتوي على الفيديوهات تحتوي على الخطه التعليميه احنا نقرأ على خطه والخطه التعليميه عباره عن تجربتي انا الشخصيه ومع مع 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 مثلا الطريقه اللي قدرت انا اتعلم بها اللغه الانجليزيه في خلال فتره وجيزه ذي وايضا من خلال افكار قبضتها من العلاقه بين الدماغ وبين 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 اللغه اذا عندنا خطه تعليميه جاهزه الطالب ينزلها ويعرفها وفي الموقع عنده الفيديوهات خاصه اللي تتعلق بالقواعد وعقب ذلك نضيفوا مجموعات الواتساب لا هي طبعا ينضاف المجموعة تعود تناسب المستوى احنا عندنا اساتذه حتى جزائريين وعندنا اساتذه موريتانيين وعندنا فريق قاع بريطاني يقري معنا ما يقري معنا الواتساب يقري معنا دائما السكايب بالنسبه للمجموعات نضيفهم المجموعات تعود مناسبه لمستواهم ونعطى لهم استاذ طبعا الاساتذه كامله عندنا متميزين احنا دائما عندنا لا شباب يعني عندنا اساتذه الشباب متميزين جدا هون في موريتانيا وايضا في الخارج ويبدا يستقبل الدروس حسب مستواه مبتدئ عنده طريقه وايضا متوسط عنده طريقه والادفانسد المتقدم عنده طريقه اذا هذه الطريقه اذا كل شيء عن بعد وكل شيء دائما حتى نحاول قدر المستطاع ان ما يعود الشخص مربوط بجهازه يعني بتلفونه فقط يعود يقرا ولذا عندنا واحدين يقراوا لا من تلفوناتهم لان التلفون هي اسهل اكيد بدل عندك جهازك تفتح معك في كل بليدة يعني سريعه الحمل واللي ما مثلا هي اللي ماشيه مع الموضه درك وزين مولي حد يستخدمها في شيء مفيد اكثر من نعم. طبعا التواصل نعم. في الامور الاخرى نعم بالنسبه للشباب اللي متخرجين حديثا من اسقاط على تجربتكم طبعا شنو النصائح اللي تقدموها للشباب ياك يعود طبعا رائد في هذا المجال اللي يبقي اولا نبقي نوضح مثلا فكره هو اعلن المشكله احنا ركتياهم مثلا الشباب والله شباب كاع العالم العربي كامل دائما نعود نعاني من مشكله البطاله مشكله البطاله ودائما يقولوا على الحل يا ريت يعود موازي في القوه للمشكله يعني انت ما تقد تحل مشكله مثلا اليوم تحلها بحل قديم اذا من النتيجه شنو لا يتم المشكله الا ما انحلت وباش نفهموا هذه الفكره اكثر نرجع لك شهور العصور ما العصور يقسمهم الى 5 عصور وانا متاكد عن انه بعد سنه يدور يقسمهم الى 6 لان احنا في عصر ثاني جديد عصر جديد العصر الاول يقول العصر الحجري كان اصلا الانسان يعتمد على الصيد بالحجر عقب ذلك اكتشف الانسان الزراعه عاد مثلا يكتشف الزراعه وطبعا كل عصر يعود الشخص اللي فيه يعود دخله يضاعف دخله المادي وتضاعف فرصه في الحياه وفرص تدريس مثلا اولاده والعيش الرخاء وبدايه القرن الماضي اكتشف العالم اللي نقاوه العصر الصناعي ايضا اصبح الشخص اللي يعيش بعقليه العصر الصناعي اصبح دخله متضاعف على الشخص اللي يعيش بعقليه العصر الزراعي مع نهايه 1980 دخل العالم عصر قالوا عصر العلم عصر العلم طبعا في العصر الصناعي كان الانسان ما هو مهم وفي الاله هي كانت هي المهمه لكن نعم. في عصر العلم رجع الانسان مهم يعني رجعوا يهتموا بالفكر الانسان رجعوا يهتموا بافكاره ومع اكتشاف الانترنت دخل العالم عصر الحكمه
وكل عصر كل عصر كنت تعود مثلا تعيش بعقليه العصر الحكمه لا يعود دخلك متضاعف على العصر اللي قبله. اليوم كيف ما قلت لك العصر الجديد هو على انهم السنه الماضيه طلقوا اللي قالوا فيرتشوال رياليتي اللي هو مثلا تعود تطرح تدير بصرات وتعود شفتهم فيسبوك معدلتهم وتعود الحقيقه الافتراضيه تعود تدخل كيف انا مثلا نشتغل في التعليم عن بعد افترض بانه قريبا جدا دون عود نطبقوا هذه الخاصيه. هو شنو هو؟ انا كده مثلا في الجزائر وانا هون موريتانيا لهين كريش لا يدير انت البصرات ندير البصرات لا ندخل معاك ونعود قدامك في صبوره نكتب لك. سمعت هذا الوقت يبات بعت منه تقريبا مليون اللي هم هذا النوع من الاجهزه. اذا متاكد انا على العالم لا يدخل العالم الجديد قالوا اللي هو الافتراضي ولين يدخلوا لا يعود الناس اللي عندهم عقليه وناس استفادوا منه لا يضعف دخلهم على اللي قبله. اذا نرجعوا للفكره الاولى اللي قلت لك هو على انك يعني عندك حل. الحل لابد من يعود موازي في القوه للمشكله. اذا احنا عندنا حل عندنا مثلا مشكله البطاله يا غير وعندنا مشكله البطاله عندنا في 2017 واحنا نحاولوا ان نحلوها بعقليه العصر الصناعي. هذا ما سمعت معناها المشكله ما انحلت. المشكله اليوم اللي الحل الموازي للمشكله اليوم هو شنو هو؟ انك يعود عندك مشروع يعود على الانترنت. سمعت لانك انت اليوم في العصر في العصر في عصر في عصر الحكمه وعصر الحكمه الحل اللي يناسبه هو الحل اللي يتعلق بالانترنت. اي شيء عدلته ما عنده علاقه بالانترنت عرف انك عندك عقليه قديمه وعن مشكله ما يلي تنحل نهائيا. جميل جدا. اذا ميني طبعا نواصل معك الحديث دائما برنامج يوم جديد بعد ان نتوقف مع هذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال الحديث. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج يوم جديد. نعود لضيفنا ميني ناجي مؤسس أكاديمية ميني ناجي للتعليم عن بعد. أهلا وسهلا ميني. ميني طبعا سؤال هون كيف يمكن للشباب اللي عندهم مشاريع أنهم يبنوا هذه المشاريع بناء على تجاربهم الشخصية طبعا على الإنترنت ما أنها طبعا العالم الافتراضي اليوم هو السوق وعد هو المجال ولا المضمار اللي يمكن تسويق الأفكار من خلاله وأيضا استقبال أيضا تجارب الآخرين في العالم. نعم فيما يتعلق بالموضوع احنا كنا نتحدث عنه سابق الفاصل هو اعلن تكلمتك عن قضيه العصور وعلى المشكله اللي عندنا اليوم نحلها ما نقدو احنا اليوم عندنا عقليه جديده والمشكله جديده. اذا لابد من يعود الحل يوازيها اللي يعود الحل من بعقليه قديمه النتيجه اللي تعود شنو النتيجه عن الحل ما هو يستجاب يعني مشكله متينه يعني مشكله متمنه. وكما قلت لك الحل اللي يناسب اليوم هو على انك تعود عندك مشروع على الانترنت. طبعا انا اللي نقول مشروع على الانترنت ياسر من الناس يتخيل على انه مساله صعيبه ومساله ما تصح ومشروع على الانترنت انت يارتك تعود انا قلت يارتك مربوط بالانترنت يعني حتى ولو عندك مشروع قاعد في الواقع المشروع الواقع يارت يعود مربوط بالانترنت. انا مثلا 2014 متذكر عن خالد جزائري تواصل معي. ذا جزائري عنده 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 متجر للابواب يعني هو نجار صح؟ نجار الابواب و تواصل معي كان يدوني يساعده في تسويقه اكثر. هو ايش عدل؟ افتح صفحه الفيسبوك مجانيه، افتح صفحه اليوتيوب مجانيه، وافتح عدل مدونه مجانيه، عدل مدونه باستخدام بلوج. وطبعا اللي كامل مثلا من الشباب يبقي مثلا عدل مدونه مجانيه يقيس اليوتيوب ويكتب كيف ابني مدونه مجانيه، يعني دوت تجبر الفيديوهات اللي يعلموك. كيف افتح قناة على اليوتيوب محترفة، كيف افتح صفحة الفيسبوك محترفة، يعني إذا كان موجود على اليوتيوب. يا قير فهم الكثير من خليني نقول لك يعود بعض الناس يعود ما يقعد يفتح يقول لك أنا ما نعرف الإنجليزية ولا الإنترنت لابد أني نتعلم ياسم يعني داير هو هذا هون بسيط يعني فهم فيديوهات ينعتوا لك الطريقة اللي تعيشي بها حتى أنك تستعان بأشخاص والله بأصدقاء ينعتوا لك الطريقة اللي قد تفتح بها قناة على اليوتيوب تفتح بها بريد إلكتروني يعني هذا من خلاله هو اللي يتمرر به مشروعك والله زاد مرر به افكارك صحيح. اللي عندك بالنسبه كما قلت اللغه ما هي عائق. اللغه العربيه متوفر فيها كل شيء اليوم ويقد حد عدد كامل بالعربيه يعني بلوج بالعربيه وايضا ووردبريس بالعربيه واليوتيوب بالعربيه والفيسبوك بالعربيه يعني ما في مشكله. هو الشخص يتواصل معي ما يعرف العربيه المهم انه عدل 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 صفحه على الفيسبوك مجانيه وصفحه على اليوتيوب وعدل مدونه ايضا مجانيه. وش عاد يعدل؟ هو عنده تليفون عاد يقبض صور ويقبض فيديوهات من شغلته هو اللي عدل وينشرها على اليوتيوب
وعاد يكتب مثلا مقالات عود عن 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 مجاله هو، يعني ما يتكلم عن مجال ثاني، يتكلم عن مجاله هو، وينشرها مع الصور مع شغلته هو، يعني هو اللي شغلته هو يعدل الباب يوميا ويبيعون باب زينين، يعدل منهم فيديوهات الطريقه اللي يعدل بها هذا وينشرهم. شنو كيما قال لي هو؟ قال لي هو انه دخله انه ضاعف اضعاف مضاعفه، السبب لانه عاد معروف في المنطقه اللي يشتغل فيها في الجزائر، الناس كامله قاعده تتابع على الانترنت، وعاد يجوه زبناء لا من طريق لا يعني من طريق يعني خرصوا اخر 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 التصاميم اخر التصاميم وهو شخص بسيط، يعني ما هي شركه ولا هي مؤسسه، هو شخص فقط عنده 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 متجر، لكنه المشكله اللي عنده جاب له حل يناسبه اللي هو حل مستخدم الانترنت. وطبعا انا للاسف انقطعت عنه، ولكن ذاك الفتره انا تكلمت معه وعطيته مثلا بعض الفكره اللي كانت اللي كانت عندي، ونتمنى ان شاء الله انه يعود شهيدا. كل رجاش اليوم حتى عندك حلاق، حتى عندك استوديو، عندك مثلا بوتيك، عندك بوتيك للباس، عندك بوتيك كذا، بدل من تفتح وتقعد، هذه بالعقليه القديمه، العقليه القديمه هي شنو؟ وعندك تفتح محلك وعندك تنتظر لين يجيك الزبون. العقليه الجديده اليوم شنو؟ وعندك تفتح وتقعد فيه وعندك تدخل الانترنت، مع انك انت مثلا في الدار سابق ترقد، سابق ترقد، انا قد ندخل عليك شور 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 شور, شور دارك، مع انك الحل المحل قاعد ما تعرفه منين، مع انك تمين يطلع لك مهتم مثلا بالدراري، تمين يطلع لك دراعه زينه وعليها رقم تلفوني وعليها وعليها وعليها، مع ان حد كامل ما يستخدم يعني ما خليني اقول لك ان عاده الانترنت موفره لك مساحه كبيره للعرض، عرض المنتجات، يعني بدلا من كيف ما قلت ان حلاق يقعد في محل ويحاني يجي يجي اللي يعدل الصور من المحل، والله فيديوهات والطريقه اللي والله صور حد يحلق له هو الطريقه اللي يحلق له بها، مثلا هذا قد يجيب له مثلا الزبناء. يعني زين، هي هذه فكرة أنك تعالج المشاكل بالحلول العصرية والحلول الموجودة. ياسم الناس مازال خايف من الكاميرا ومن التصوير، يعني يقول لك أنا ما الإنترنت لا يشوفه كل حد، والله يعود عنده نوع من ما يختار يقول عن فيها ياسم الخصوصية، يعني قضية كشف النشاط هذا على الإنترنت. هو بالنسبة أنت عندك مشروع ولا ما هو عندك؟ انت عندك مشروع، طبعا انت مشروع معتز به وكبير عندك وزين عندك، عنك يعود عندك عن يعود عندك هذا يعود عندك المشروع، ويعني مالك مستحي منه. هم مشكلتي انك يعود، انا مثلا عندي حلاق، ما نبقى وجهي يظهر اني حلاق، فهمت؟ والله ما نبقي انا قاعد، ما في مشكله انت تقعد تظهر النشاطات اللي تعدل، وتقعد تتكلم بعض كلمات وتوف للناس، تقول لهم انك تعدل، انك تعدل كذا وتعدل كذا، وانا بعد اعتقد بانك انت عندك مشروع اخترته، والمشروع اللي ارتباط بوجهك واللي ارتباط مثلا بصورتك انت، ارتك تعود لاش تعود مفتخر به ويعود زين عندك. طبعا هذه فكره جميله، وبناء مشروع اليوم طبعا ضروره وليس خيار، بناء مشاريع اليوم ضروره وليس خيار. نعم، ضروره وليس خيار، هذا طبعا من نفس القاعده اللي قلتها سابقا، هو اعلن الحلول القديمه لا تناسب المشاكل الجديده. المشكلة اليوم حل شنو هو؟ عندك مشروع خاص بك. لماذا؟ لأن الوظيفة ما تلات هي الحل. السبب شنو هو؟ السبب أعلن قديما أصلا في العصر الصناعي، كنت تعدل كونتراه مع شركة معينة تعود مدة 40 سنة ولا 50 سنة، وكان الاقتصاد دائما ساكن، ما عنده أي مشكلة، وتعقب تتقاعد وينعطى لك مثلا عاقب اللي هو التقاعد ينعطى لك، ولا عندك أي مشكلة، وحتى عندك قسم ضمانات. بالنسبة لليوم الاقتصاد متزلزل، حتى هنا التضخم، تدعود مثلا تخلص $1000 تنفجأة ما علمت قاعد بها، إذا هو ذي $1000 تناس قيمتها لا $300. إذن الحل الوحيد اليوم هو أنك يعود عندك مشروع، وهذا المشروع يارت يعود منطلق من تجربتك الشخصية كما قلت لك، يارت يعود منطلق، لأن أي مشروع ما هو منطلق من تجربتك الشخصية، والله ما هو منطلق شيء ما تبقي، ثم يعود نجاحه صعب جدا، لأن هذا ما تعرفه أنت مثلا. أنا عندي مشروع عن قارئ الإنجليزية، ذا مشروع عن قارئ الإنجليزية، طبعا أنا لو أني ما أعرفه لا يعوده المجال، يتعود الناس اللي فوق ما لا يتعود ما لا يتعود. يا قارئ، هذا متنافي مع فكرة سائدة عندنا إحنا هون، إنه لا نشوفه نحنو الأشخاص، بعض الأشخاص قد تقول عنهم يسميهم البعض انتحاريين، يعني يدخلوا رواية ما تعرف إيش هي، يعني ما متوقع حد إنهم ينجحوا، وتنفجأة إذا هم ما ناجحين تحوز الناس كاملة، تستنسخ تجاربهم، يعني هذه التجارب تستنسخهم إياك
طبعا تحاول توصل الى الوصل لهما. يا قير الفيصل هون هو ان اي شخص النجاح هون مرهون بشغف صح. بشغف الانسان بذي المهنه اللي يمارس. مثلا شخص مثلا يبقي مثلا مجال معلوماتي تجبره ناجح بالمجال، شخص يبقي مثلا طب يعني ينجح نعم. يعني كلها وديك نعم. المهنه اللي يبقي نعم هو كذلك. اذا كيف النسخ واللصق؟ النسخ واللصق ما ينجح دائما في كما قلت كلمه حكيمه جدا. هو على ان انا مثلا عدلت مشروع في مجال معين، فكره معينه، لان الفكره شغوف بها جدا ومستعد عيني اشتغل عليها وقت كامل. يجي واحد ثاني ويشوفني طبعا دخلت الفضاء، لانه هو مشروع بزنس، يجوني دخلت الفضاء ترى عدل نفس المشروع. هو يقول لي لا انا لين اختصر الطريق، انا شفت فلان عدل ما هو كذا، يعني اني نعدلوا انا كاع نعدلوا مثلا اشبه فيا نعدلوا كاع بدلا من ندخل روايه راهي ما هي مضمونه النتائج. فلان عدل ومضى ست اشهر في روايه وراهو حلب يعني حلب ثمرتها. يعني هذه نمط روايه سيده عندنا، نمط سيده عندنا، يا نمط ما هو ناجح. يعني انت ما لكي تنجح نهائيا كيف النجاح الشخص اللي قبلك. وايضا الابداع لا يعدل هو ما لكي تعدل انت، لماذا؟ لانك انت مقلده. هو لا يتم تتالبه، يا هو يتم يبدع وانت تتالبه، هو تكتشف ابداعه عقب سنتين وتتعدله ويعود هو قاعد دخل طور ثاني من الابداع، لانه ذي فكرته وذي 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 قضيته، وانت فقط محامر تقول تستفاد منه، تقول تستفاد من الطريقه، يا ما لكي تنجح النجاح اللي يعدل هو. ايضا الطريقه الثانيه كنت بتكلم لك عن 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 اللي هو ضروره استخدام الانترنت اليوم في بناء في بناء في بناء المشاريع. سواء كان عندك مشروع في الواقع اصلا كما تكلمنا عن حلاق، ولا عن اي مجال يسوى شنو تقدر تستخدم الانترنت من جنو، والله الطريقه الثانيه هو عندك فكره. وطبعا هذه مساله انا شخصيا اللي اشتغل في المجال دائما نستقبل واحدين يعودوا يكلموا عن النقل. وفي شيء من الفرص خياليه، في شيء من الفرص خياليه هو انك تحول فكرتك، تحول تجربتك، تحولها شيء ما الى 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 مشروع. شنو الطريقه اللي تعدل بها؟ وياك كانت من مشروع اليوم تحتاج الى مسائل، تحتاج الى فكره، تحتاج الى جمهور، وتحتاج الى طريقه للدفع. الفكره اول شيء يالت تعود فكره منطلقه اولا من تجربتك انت. والله ما هي منطلقه من تجربتك، هي منطلقه من المشروع، والله مجال انت تبقيه، وذاك الباقي هو اللي يخليك تمشي تعطي الساعات للساعات تبحث عنه، والبحث طبعا يدور يعطيك نتائج للدور. اذا الفكره يالت تعود يعني منطلقه من تجربتك الشخصيه، ويالت تعود ايضا مفيده للاخرين. يعني فكره يعني من خلال تجاربك حصلت على افكار، هذه الافكار تلائمها مثلا هذه الافكار تلائمها انت مثلا عندك، وهذه الافكار ملائمتها مثلا بعد الوقت تصير هذه الافكار واقع للتطبيق، مثلا مقابلة للتطبيق مع مرور زمن، واستعراضها ايضا للناس مثلا تستقطب الجمهور. نعم الفكره كما ذكرت لك عن يعني تعود منطلقه من تجربتك الشخصيه، وايضا يعني تعود مفيده. يعني اي مثلا فكره يعني تعود مفيده. السبب هو على ان احنا اصلا الله تبارك وتعالى من حكمته جابنا للارض لاعمارها، وكل حد جاء فكره مفيده للاخرين دائما تعود ناجحه. والفكره اللي عندك لا تعود مفيده، ونعطيك مثال على الفكره على الافكار المفيده. نعم تعود مفيده، وثالثا ذي الفكره يعطيك تعود مفتخر بها. بمعنى ما تعود مثلا واحد يقول لي انا دور نعدل، يقول لي انا دور نعدل مشروع يا راه من ذي الالزام. سمعت ذي الفكره ما عندها مستقبل. انت يعطيك تعود الفكره تعود فخور بها جدا، وتعود تتكلم في المحافل كي فكرتني راني نتكلم في قناه موريتانيا. سمعت يعني مالك ما يمدل راسك هذا الوقت هو اللي يخلي الفكره عن التواصل، يخلي الفكره عن التواصل. هذه نتوقف شوي عند هذه معتز بها. لماذا يعود البعض يبقي بعض الاعمال والله موشك عن يعني مستصغرها مثلا بناء على العديد من الاعتبارات؟ هذه الاعتبارات مثلا اعتبارات اجتماعيه، يقول لك انا من مكون كذاش ما تليق بي الشغله تليق بفلان، وهذه الشغله يعني هو لابد يبعد هناك حب صح من 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 المفارقه انك تعود تبقي روايه غير خجول منها. لماذا تعود تبقي روايه غير خايف لا المحيط اللي حذاك يغضب منك، والله تخسر اصحابك، والله تخسر زاد علاقاتك ببعض الاشخاص؟ صحيح اولا انت ما تعرف الفكره اللي تلقاها تعود معتز بها. وطبعا بالنسبه للافكار دائما الافكار الابداعيه الافكار الجديده ما يرحب بها من طرف المجتمع نهائيا، ولا يرحب بها من طرف الاصدقاء، ولا يعني افكار رجال جارته يعرف منظرك، يعني يعودهم يعدل فكره جديده، يعودهم ويعدل مشروع مثلا جديد، يعرف عنه اول حد لا يجبر على المشاكل اهله
يعني وسطه هو وسطه هو واصحابه يعني عود جاهز 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 حق بعد خاصة الميتان هون خاصة إذا دائما يعود يعود طارح في الحسبان أن الطريق ما مفروشة بالورود ما مفروشة نهائيا بالورود دائما الناس تعدون المشاكل وإيش الناس تعرفه الناس متوافق عليه الناس مثلا ما هو غريب عنده عارف أنه ما في قعش يعني الرواية ما هي غريبة أنت مثلا تجيها ماك تفتح على سبيل المثال هون في موريتان يفتح بوتيك بوتيك ما في شيء غير البوتيك معروف ما ليش حد مثلا يقول لك إذا ما هو مهم وإذا ما هو مفيد غير ذا بزنس احنا متعودين عليه ولا عنده ولا عنده ولا عنده معارض إلين جيت تعدل مثلا الطب على الإنترنت إذا الطب ما هو لا هي يعطي ثماره يكون بعد سنة ولا سنتين كيت مثلا الأكاديمي يتم أعطاه ثمارها يكون بعد 6 أشهر ولا 7 ولا 8 من الشغل المتواصل بعدين ينعدوا ومن النقد إلين شافوا على إنه ذوك هو أنا يعني ذوك وعد حتى عت عت عتك وطبعا مشروع وعنه بزنس بدوا طبعا الناس ذنبتها إن في البداية تعارضك وفي النهاية تعود معك وطبعا معارضتهم لك ما معناها إنه ما يبقوك مثلا يقد والدك عارضك ويقد أخوك عارضك ويقد صاحبك عارضك ما معناها إنه ما يبقيك يعني هو يعود بالتصور هو على إن هذا ضاربك أنت ولذا هو يعدل اللي قاد يعدل باش ردك عن الفكرة وهذا يطرحنا هون السؤال على تجربتك طبعا في الأكاديمية شن هي يعني محاولات الناس في بداياتك طبعا شن هي أهم روايات بلا الصعوبات اللي جبرت من هذا القبيل مثلا قال لك فلان تواحل في هذه الرواية لك هاي رواية لا هي تضيع عليك الوقت يعني ما ريت حد طول الوقت أنا قلت لك يعني ما قطريت أي رقاش نهائيا يدعمني يعني ما عندي رقاش لك نذكره نقول له شكرا لأنك وقفت زري لكن شكرا أنك أعطيتني بالنسبة للوالد بالنسبة للوالدة إذا قاعد ما كانوا يعرفوا يعني ما هم فاهمينه وتوب طبعا بالطبع أن الوالدين دائما معك سمعت يا بالنسبة بعد الناس الثانية ذو كامل ونعرف أنا عنهم ما بيهم عنهم ما يبقوني والله ما بيهم عندهم مشاكل وإنما فقط المشكلة هم ما هم فاهمينها المشكلة هم أساسا ما هم فاهمينها ويبقوا ردوني عنها خايف لا تكون المشكلة أعطني نكمل ذيك النقطة اللي كنت تتكلم عنها قبل هو أخبار المشروع أنه يتكون من الفكرة يتكون من جمهور يتكون من كذا يعني أي رقاش اليوم وطبعا هم ما تكلمت عن رأس المال ما تكلمت على رأس المال مهم لا ما أنا ما تكلمت أنا هو تكلمت مشروع اليوم مشروع اللي ناس باليوم اللي ناس بالعقلية اليوم هو تحتاج لا تحتاج عندك فكرة تحتاج عندك جمهور وتحتاج عندك طريقة تدفع بها الناس رأس المال ما تكلمت عليه لأنه من العقلية القديمة مثلا كونت الأكاديمية بدون رأس مال أصلا يعني ما عندي ما دفعت عليها يكون تجربتي أيضا ما أنا محتاج المكان ما أنا محتاج مثلا موظفين ما أنا محتاج كيف تدياس المسائل عندك محتاج فقط هذه المسائل الثلاثة الفكرة وقلت لك عنها تعود من طريقة من تجربتك الشخصية وعنها تعود أيضا مفيدة وعنها تعود معتز بها وتعود ما هي معقدة ياسر من الناس يعود يتكلم معايا نقول له فكرتك هو كيف أنا مثلا كانت عندي فكرة تعلم اللغة الإنجليزية كانت بعيدة عندي يعني كانت فكرة ما متخيل إن لا يحل فيها أحد ما متخيل لي انا عن لا يحل في احد ياسر من الناس عنده افكار زينه يا هو مازال يلود الفكره لفوق يعود يعدل الطائره والله يعدل والله يعدل شيء يعود جديد هو بعض يعود عنده افكار يا غير ما هو شاك عن هاي الافكار قد توصل للجمهور بهذا الانتشار وبهذا بهذه الاهميه يعود هي فكره عنده هو نقرا بسيطه قاع ما بسيطه ما بسيطه هاي الفكره كل ما كانت بسيطه انا الاسبوع الماضي كنت نقرا في نيويورك تايمز واحد صومالي الصومالي هذا ما يشتغل في نيويورك ولا دائما مع الصباح يوخذ كانوا يجبر شيء عقبتها فكرة على انه يجي الطوابير هاي الطويلة الطوابير هاي اللي تعود الناس صفوف الطوال ويجيها مع الصباح ويقعد فيها ويتم قاعد فيها لين يجعو تقريبا ما تلبعيد يبيع مكان اللي هو في ايفون 6 باع مكانه ب $350 شو قام عدل جاته فكرة قام شو عدل الشركة إن قال لها كريدل بلايس عدت أنت مثلا الله وعد طبيب الأسنان والله يسجل ويقول لك في الجامعة وهم طوابير طوال بدل من تقعد أنت ماتي وضيع وقتك تتصل بهم هما عندهم ياسر من الناس اللي عاطين على العمل يمشي لك واحد عاطل على العمل يبقى بلك يعني تعود سابق تجيب بعشر دقائق يتصل بيك ويقول لك تشوف هذا هون ذي روعة الفكرة فكرة بسيطة سخيفة قاعد تقولها يا غير ملاد معدل على مشروع وتتكلم عنه نيويورك تايمز يعني انه قيمة النجاح طبعا اذا دائما الفكرة تعود بسيطة جدا 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 يا ريت اشك انها مات كيف انا مثلا عندي صاحبي طبيب قلت له على انه يقد يحول هذا اللي هو بدل من يتم يشتغل طبعا يشتغل في الطب يشتغل في كذا غير هو يقد يستفاد من الانترنت
ويقد بيضاعف يضاعف يضاعف دخله ولو فقط دخله. احنا ما نتكلم دائما عن الدخل، نتكلم دائما عن مساعده، المساعده مساعده المجتمع. يعني انت تقد انت طبيب مثلا وتبغي تعود تساعد مجتمعك، يا تساعده طبعا تطلع ليل ونهار وتشتغل وكذا، يعني تستخدم الطرق الجديده، انت لا تحصل على المال اللي هو طبعا هدف من شغلتنا، وايضا لا تحصل الهدف الثاني هو انك تساعد مجتمعك وعنك تعود أدائك أكثر فاعلية. هو كذلك فاعلية. إذن الفكرة والطريقة الثانية هو الجمهور القديم كيفت قديما كان طبعا كان الجمهور دائما يعد ما هو محدد. يعني رجاجي يبدأ مثلا بزنس يار ما يعرف قاعد جمهوره هو شنو، بدل من يوم جمهورك يار تعود، كل ما كان جمهورك أخص كل ما كان جمهورك أفضل. يعني مثلا أنا نعلم اللغة الإنجليزية، تعرف فين تيت نكتب جمهور إيش عدلت، كتبت كل رجاجي يشتغل ما عند الوقت، كل رجاج يشتغل رجل أعمال مثلا والله موظف هو ما عنده الوقت ومحتاج اللغة الإنجليزية. يعني هذا كان هو جمهوري. وطبعا نبدأ الأكاديمية سبحان الله كان دائما 99% من الناس اللي عندنا بين رجال أعمال وبين موظفين، يعني بين الناس اللي ما يصيب مثلا تقيس مع حد، يعني تتواطشر مع حد وتقعد في قاعة وتقرأ به اللي ما عنده الوقت. إذا التلاميذ مثلا كانوا عندنا أوقات الدوام ماشب صحيح ماشب جميع الوقت. إذا التلاميذ كانوا عندنا شوية تجينا مثلا دورة كاملة عندنا يعود فيها تلميذي والله اثنين، لانه انا جمهوري حددته. اذا حددت ايضا الرجال والنساء، لان انت عندك فكره ربما تخدم للرجال، تخدم الرجال اعمارهم شنو هي، تخدم النساء اعمارهم شنو هي. يعني هذه تحديد الفئه العمريه مثلا من الافكار، يعني تعود عندك هاي الفكره وهي الفكره يعني تستهدف شريحه معينه ولا فئه عمريه معينه، يعني هذا من ضرورات التخطيط. نعم الفكرة. نعم هو عندك الفكره، احنا دائما هو المشروع عباره عن عندك فكره، عقبالك عندك جمهور، عقبالك عندك طريقه الدفع. طرق الدفع هذه ياس من الناس ما يهتم به، هي في غايه الاهميه، لانك انت مثلا درك تعود في الانترنت وتشوف شيء هو زين عندك تبغى تشتريه، يا اخي ما عندك طريقه لتشتري بها، انت على الرغم انك تحتاجه وتبقي تجبره لا هي تتوقف عن شرائه. معناها ان المسوق الذكي والله التاجر الذكي هو انه يحاول يوفر كل الطرق اللي قد يعدل باش الناس تقدر تسمع عن بضاعته. مثلا اليوم تقد تستخدم هون وكالات هون في الداخل عندك مثلا، يعني هذه تقنيات في الماركتينج، يعني في يعني تسويق البضايع وتسويق المنتجات والافكار اللي عند الشخص. لا بد الشخص يعود عنده درجه من الوعي ولا درجه من الذكاء ياك يقد يسوق. ذكاء ما محتاج له، ذكاء ما محتاج له، ذكاء دائما نقلعه يحتاج فقط تجربه. يعني يعود هو مستعد على انه يتعلم، يعود مستعد على انه يبذل جهد، يعود مستعد على انه يعني هذا هو المحتاج له. ذكاء ما محتاج له، احنا كاملين ذكاء ما محتاج نهائيا، محتاج انه فقط يعود عنده قدره على انه يواصل، يعود عنده قدره انه يتعلم، يعود عنده استعداد انه يتعلم. ميني طبعا نواصل معك بعد التوقف مع فاصل قصير، نعود لنقاش الموضوع فلا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج يوم جديد. نعود للقسم الأخير من حلقتنا اليوم مع ميني ناجي، مؤسس أكاديمية ميني ناجي التعليم عن بعد. مرحبا بكم وسهلا من جديد ميني. طبعا تكلمنا عن أسس المشروع اللي قلنا عنها، أولا لا بد من فكرة، نعم، ولا بد من يعني جمهور الدفع ايضا، وثانيا طريقه الدفع كما نتكلم سابق الاعلان، هو سابق التوقف على انها في غايه الاهميه. يعني ياسم الناس يهملها، شك على انه فقط يوفر طريقه واحده ولا طريقتين يعود مرزح مثلا، يعني يوفر الثانيه يرضي اثر عليه، لانهم ياسم الناس يعود يبقي يشري مثلا هذه البضاعه، والله يبقي يشري هذه الفكره، يعني ما عنده طريقه. كيف احنا مثلا في الاكاديميه احنا عندنا ممثل هون في موريتان، ممثل يعني مصرح في حد يدفع عنها، ايضا عندنا حسابات بنكيه في موريتان كامله، وعندنا ممثل في الجزائر، لانه الجزائريين بدل من يعودوا ما يقدروا يدفعوا على الانترنت ولا عند المستريين، اعطيناهم رجاج موجودهم قاعد في الجزائر يدفعوا له مباشره بالدينار الجزائري. ايضا المغرب عندنا فيها رجاج، العالم الثاني موفرين لوستن يونيون والله، يعني والله 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 من جرام، نعم. وايضا الناس اللي في امريكا مثلا دائما يخلصون عن طريق الانترنت، عن طريق يعني كل الطرق، كل رجاج يفكر في طريقه اللي تدفع بها تفضل، انت محتاج الفكره واحنا موفرين لك الطريقه اللي تدفع بها. اذا هذه المسائل الثلاثه كما ذكرت لك هي اللي يحتاج لليوم رجاج انه يبني مشروع، يحتاج الفكره ويحتاج الجمهور ويحتاج طريقه للدفع، ما يحتاج لراس مال ولا يحتاج لا عمال مثلا، ما يحتاج لاي شيء من هذا، وانما فقط فكره. هذه الفكره تعود انت مؤمن بها، هذه الفكره تعود مفيده للاخرين، طبعا فكره ما هي مفيده ما تنجح مثلا قد نعادلها كيف تاكل خبز مثلا، هذا ما ليش لحد ما يفكر يشتهي رجاج، ولكن لين تتعدى الفكره. انا فكرتنا احنا مثلا هو كيف تتعلم اللغه الانجليزيه عن بعد وانت في بيتك، دائما اللي نقولوا هذه العباره، وانت في بيتك تتعلم اللغه الانجليزيه وانت في بيتك، طبعا الناس يحتاج له،
إذن الفكرة اللي مثلا فكرة الأكاديمية هو أن كانت فكرة ناس مستفادة منها، كان عندها جمهور كبير، ناس اللي هو تكلم اللغة العربية، أيضا وفرنا جميع الطرق الموجودة للدفع. هذه دركت هي الفكرة. أي رجاج قد اليوم على أنه يقبض فكرته، سواء كانت بسيطة يعني تعود هي ساذجة، تعود حتى قاعد هو يقولها يعود يضحك دائما تعود هذه الافكار اللي لا يتعقب تحقق صدى كبير ولا انتشار كبير، دائما تكون في البدايه ناس صحيح يعني مزوزينها ولا ما مخرصينها زاد ما معطينها حقها. احسنت. اذا دائما الفكره يفكر مالي حد، دائما كما قلت انت بالضبط، على دائما الفكره بدايتها تعود الناس تشكى عنها لعبه، تشكى الناس كنا جوقه والله تشوق انت تشتغل وتتعب وتفتر وهم يضحكوا فيك يعقبوا في النهايه يعقبوا يشتغلوا في نفس الفكرة. يعني قال لك انت قريت وقبلت الشهادات وتعبت يتعقب على فكره ما هي اللي كنت تقرا ولا ما هي زاديه اللي كنت يلا تعود فيها. نعم. يعني نعطيك مثال على كنا نتكلموا، خليني اعطيك مثال على سبيل المثال. هذه الفكره اللي كنت اقول لك، هذه الافكار هركتيان اللي هو عناصر ثلاثه يقدر يطبقها اي نقاش، يطبقها مثلا استاذ الرياضيات، استاذ الجغرافيا، يقدر يطبقها شاعر، حتى يطبقها كاتب، يقدر يطبقها طبيب، يقدر يطبقها مهندس. وبالنسبه لي انا شخصيا فاتوا اصلا واحدين وطبقوه ونجحوا، يعني طبقوها وساعدتهم الين فاتوا وصلوا مرحله وصبحوا اليوم عندهم مشاريعهم انطلاقا من تجربتهم الشخصيه، ولا عندهم دائما خليني ميني دائما الناس اللي تبدا في هاي الافكار للاسف يعود بعض منها عجلان على النتائج، يعني عجلان على الحصاد. مثلا عدل هذه الفكره يتوقع انه في خلال شهرين ولا ثلاثه لا هي تنتشر الفكره ولا لا هي يرجع له تعود فم عائدات من. طبعا هذا قاتل، اللي قال له تسرع قاتل جدا، قاتل المشاريع، قاتل الاهداف. حتى احنا في الاكاديميه الناس اللي تعلم اللغه الانجليزيه نقول لا تعجل نهائيا، يعني الوقت هو الوقت لابد منه، يعني الوقت هو الفيصل، الوقت لابد منه، خالق ايضا التطور. احنا مثلا تطور مساله 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 كونيه عدلها الله تبارك وتعالى، الشيء راك يجي صغير ويتم عقبك ياخذ مراحل، يعني كل شيء عندنا يبدا صغير ويبدا يكبر. ايضا نفس مشروعك انت، نفس فكرتك انت، نفس اي شيء لا تبدا صغير تبدا قاع ما هي سبه يا رب، لا تشتغل عليها بالطريقه اللي مناسبه، ولا تبدا تكبر انت قبل تعطيك الدور. الين تعجل عليها تعود مثلا الدور يشير يخلق اليوم وتقول له انا راني في تثبت لك شغله بعد 6 شهور ما تشتغل فيه، سمعت ما يصح. نفسه عندك مشروع تقول مثلا بعد 6 شهور انا اشتري منه مثلا متى وعد منه دار عد منه كذا، الدور تنصدم وين تصدم الدور توقف. اكيد إذن لابد من تعود عندك عقليه المواصله. كما قلت لك اعطيك مثال، تفضل. مثلا طبيب خلينا نقيس طبيب. طبيب هون موريتان، نتكلم لا موريتان يعني مربوط بمستشفى، طبيب مربوط مثلا مستشفى، هو عنده خبره عنده تجربه وطياس من سنوات يقرا وفكرته رائعه تساعد الناس. طبيب سواء كان متخصص ولا مو متخصص، عام يعني يقبل اي مجال محدد معين ويشتغل فيه. ذا المجال يقدر يقرا شغل الانترنت، يقدر يقرا شغل الانترنت. مثلا طبيب يقدر يعدل، يقدر يعدل مثلا طبيب العينين نقدر نقوله، يقدر يكتب كيف معلومات معينة عن الطريقة اللي تحافظ بها لعينك، والطريقة اللي يعود عينك صحية ولا مرضها معين، الطريقة اللي مثلا تحتاج وكيف تتعالج بدون قاعد حتى تذهب إلى الطب، ويعدل في كتيب يقدر يعود لعشر صفحات ولا 15 صفحة. ذا الكتيب يقدر يعود موجود على الانترنت، يبدأ أول شيء له يعدل صفحة على الفيسبوك اللي هو شخصيا ولا فكرته، ويبدأ يوميا. طبعا هو عنده معلومات لأنه هو خبير فيه، يبدا يشارك معلومات جد رائعه مع الناس لا يتابعوا لا يثق فيه، يعدل قناته على اليوتيوب مثلا، يبدا يسجل فيديوهات ولا قاعد ما يسجلها عاد خايف من وجهه يظهر. قد يعدل فقط على 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 الفيسبوك، ويبدا ينشر عليها يتفوت الناس تثق فيه. بعد 6 شهور الناس طبعا في البدايه ما تبيع لها، الناس ما ينباع لها في البدايه. بعد مثلا 6 شهور، بعد 7 أشهر الناس ذاقت فيك وعدت معروف وعدت اقوى طبيب مثلا، تقدم معلومات جيده. منهم تبدا الخطوه الثانيه، تقدر تعدل حتى مدونه مجانيه، قد اللي هو تذهب اليوتيوب وتخرص وتشوف طريقه تبني مدونه، تبنيها ب 10 دقائق ولا 15 دقيقه، شيء مش مالح شيء، وتربطها كامل وتبدا تكتب. مهم انك تكتب معلومات تعود رائعه للناس تثق فيك. بعد فتره تبدا تبيع ذاك الكتيب تبيعه على الانترنت، حتى قاعد على الواتساب، تقد الناس تمشي على الواتساب، تمشي على سناب شات، تمشي على تمشي لها منه تبيعه، تبيعه ب 10,000 لقيه مثلا، تبيعه بكذا من خلال عقبك، تعقب تكبر المشروع، ويعقب يعود عندك واحدين ثانيين معاك، ويعقب يعني قد يعود ذي الفكره الصغيره قد تعود نواه لشركه عملاقه كبيره. هدف الاول هو مساعده الناس وتبسط حياتهم، وطبعا الناس
احنا لا نساعدكم يا دوركم اللي ايضا في المقابل تدعموا مشروعنا ماديا باش نقدر نواصلوا انه بدون مادي بدون مادي احنا ما نقدر نواصل اذا الفكره هي دي وبسيطه جدا. وحتى هم موريتاني قد تم يقدموا مثلا معلومات عن طريق التليفون انا قد اتصل طبيب مجال معين عن طريق اللي فقط التليفون يعني هم ياسر من الفرص وهم ياسر من الفرص اللي بسيطة اللي تقدر نعدل منها. مسألة مهمة أشرت لها هو أن طبعا كل عصر لابد من تبادل الحلول اللي ملائمة للعصر. مثلا مثلا بعض الأفكار القديمة لا يتعالج بها شيء من مشاكل 2017 يعني هذا ما يصح. بالنسبة للإنترنت بما أن هي السفينة والله هي الموصل لهذه الأفكار للعالم من ترى في البلايس اللي تعود الإنترنت فيهم ما يمتينا مثلا شن هي تواجه مشكلة من ذا النوع مثلا تواصل مع طلابكم انقطع بعض الطلاب انقطعوا عنكم بدافع عن الانترنت ما يمتين دروس ما قادة توصل. نعم طبعا هي وضعف الانترنت مشكلة نعاني منها خاصة نحن اللي في العالم لله وهذه حتى قاع علمت انها من الحلقة اللي سووني حد قلت لهم اللي عاد مشين بقين نتكلم عنه وسووني قال لي حد اني نتكلم عن هاي النقطة قبال اللي سويت انت عنها في الانترنت هون حسب تجربتي فيها مثلا موريتان مثلا فكرة قد تساعدنا ان نمتروا بها انترنت عندهم انترنت ما هم فكرة متمنين انه في المستقبل انا ركبت الشركات شفت نهار هون بعض الافكار اللي ما جربت يعني ما في نتكلم عنها لكن بعدهم بعض الشركات تسعى على ان ذا العالم لله عن مفروش الانترنت قاعد بالمجان وعن تعود اقوى شفت نهار هون فكرة يا يعني ما في طبقتها اذا ما قد نتكلم عنها. المهم اللي بحسب تجربتي على ان اصلا التعليم عن بعد دائما ما يعود الواتساب يعني الواتساب قد اقول لك على اني من الناس كامل اللي قطريت ما قطريت رقاش يقرع الواتساب يعني المعاهد كامل اللي قروا اللي قروا اللي قروا عن بعد ما يقرع الواتساب. السبب انا اللي اخترت واتساب بدايتي معاه هو ضعف الانترنت هم غرف قال لهم فيرتشوال رومز اللي هم غرف افتراضيه تشريهم انا سابق ان نبدا دوره شريت غرفتين والله ذاك دوره كان تم قرر فيهم الناس عقب ذاكين بدأت نستخدمهم ذا هو قاع الغرفة الواحد بواحد باش يدخلهم يغلبوا قاع يدخل تم لا وتوف دايلو عنه لودينج ولا يدخلها قبل تعرفت أن هذا ما مثلا بهذه الطريقة ما نقدر نقروا واحدين ساكنين موريتان ولا ساكنين في المغرب يقدروا نقروا واحدين مثلا ساكنين في أمريك عندهم انترنت زينة يعني سرعة فهمت بالنسبة حسب تجربتي على أن قال واتساب هنا أنه هو الطريق طريق 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 مثلا الأفضل يعني ما يطلب ياسر ما يطلب ياسر من كونكسيون وتقدر أيضا تمشي الدروس وتم يعني طريقة بسيطة وطريقة سريعة. ما هي أي طرق ثانية معقد. أي طرق ثانية تستخدم كيوت مثلا فيرتشوال رومز دائما صعبة ونتمنى في المستقبل على أنها تعود الإنترنت أفضل. وطبعا كيف أنا هدفي هون إن شاء الله بإذن الله تعالى في الفترة والفترة اللي جاية أنا عدد دورات أكثر هذه فقط كانت فرصة اليوم شكرا لكم أنتم الله يعطيك الصحة طبعا على أن نتكلم عن 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 عن, عن, عن البرنامج اللي يعود برنامجنا شنو هو يعود برنامجنا على أن لا نشتغل هون في موريتان نشتغل مع الشباب اللي عندهم أفكار نحاول كان في خلال سنة سنتين يعني يعود عندنا ياسم الرواد الأعمال اللي موجودة على الإنترنت طبعا هذا لا نستفاد وإحنا منه لا يستفاد منه ولا يستفاد من المجتمع ولا هي نستفاد منه في المستقبل نقدر نجيب الشركات الكبار الشركات مثلا التسويق اللي تعود تلود هدفها شنو في العالم هي تشتغل على الإنترنت وهدفها شنو لا مدة تقدر هي تستمر فيهم معنا نقدر نعود وعندنا شباب واعين شباب عندهم مثلا مشاريع طبعا مدة بسيطة يعني مردة أنا قديت أنا نعدل المشروع وأنا أصلا محضري وورفيو ثماني ما نعرف اللي قالوا الانترنت يعني الانترنت بالمناسبه نعم بالمناسبه الانترنت عرفت ليها 2011 اول مره نحصل تفتح بريد الكتروني حق ما فتحته قاع ثماني ما فتحته اول مره يعود عندي جهاز 2011 اخرها اشتراي الوالد ويعني اول تجربه لي في اللي قالوا عالم الانترنت وعالم الانترنت دخلته مع بدايه الفيلم يعني هذا حافز يعني هذا حافز مشجع للناس اللي ما عندها حالا فكره عن الانترنت والله ما عندها فكره حالا عن العالم الافتراضي ولا شك انها قد تشوف روسها والله تحقق نجاح طبعا والله تقوم بتمرير افكارها للاخرين عن طريق الانترنت. الافكار الناس خايفه من سرقه الافكار مثلا انا عندي فكره زينه هاي فكره مثلا الى اللي عرضتها قد يستنسخها رجاج اخر كيف يمكن حمايه الافكار وحمايه المشاريع طبعا هذه والله لابد من ذكاء من عن طرف الشخص يعني يعود ما يقدمها كامله يقدم منها لا شيء طبعا هذه المشكله يعاني منها وطبعا كل مجال عنده مشاكل يعني ما هم مجال مفروش بالورد لا تدخلوا معنا مشكلة كل مجال هم عنده إكراهات وعنده طبعا هم في مشاكل لكن هذه المشاكل ما يعني أنك تتوقف ما
ما يعني مثلا انك توقف عن بنائك مشروع خايف على الناس، خايف على الناس تسرق، ما انك متوقف عن مشروع خايف على الناس تعدل كذا. اخر شيء الاحتياطات اللي الاحتياطات الاحتياطات هي كالتالي بالنسبه لي انا في العالم العربي انا اعرف واحدين عدلوا 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 دورات وانسرقوا على الانترنت وانتشروا على اليوتيوب وخسر مشروعهم نهائيا. اذا فهمتوا عقبت اللي هو المرده كامله خسرت واصبح شقلتوا وعملوا لانهم واحدين ما هم جيدين اكيد لا يعودوا في العالم اكيد سمعت لا يعودوا يسعوا دائما عنهم يدمروا الناس. اذا انا شفت نماذج سابقه انا بدأ شفت نماذج من واحدين تعبوا فتروا عقبها في النهايه ما جابوا ما وصلوا للنتيجه اللي كانوا جيت نعدل. فكرت في الفكره اللي هو سرقه الافكار، قلت على اني لا هنا نبدا على اي حال يا نضل نحاول انا شخصيا ان نعدل شيء متميز يعود حتى قاع اذا سرقت فكرتي واذا مشيت بها واذا درت مثلا فيديوهات اللي معددتهم على الانترنت الشخص ما هو لا يجبر نهائيا ولو زقنا في العالم ما هو لا يجبر اللي نعطيها. اذا فهمت معناه يعود رجاش كما قلت ذكي شوي ويحاول كان عنده ميزه تميزه ويعود عنده خاصيه يعطيها ما هو فقط على الانترنت. انا مثلا هو نقدم انا مثلا عندي 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 دورات ما هم قاعد الانجليزيه دورات ينزلهم رجاش قد يباهم يديرهم مثلا على اليوتيوب والله يعدلهم شيء ثاني يا غير خالق خدمات نعطيهم انا لزبنائي، خالق خدمات نعطيهم انا للناس اللي معايا، حتى قاع هدايا اللي انت نعطيهم لهم، حتى لقاءات خاصه انت نعطيهم لهم، اذا هذا ما هم لا يجبروه ثاني يعود قاع مستعيد باش يجبر باش 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 يجبر المصدر الحقيقي يعني ما يجبر فكرتك لا تنسخ احد ما هو يعطيها بنفس الطريقه اللي تعطيها ما هو يعطيه كما قلت لك قبل ايضا حتى قاع اذا سرقها واحد هي فكرتك انت وانت تبقيها وتقد قد هو يسرقها اليوم مثلا بعد شهرين ولا ذاك تعود انت تخطيت قاع اللي فيه هو تعطي لانك فكرتك انت وانت تبدع فيها سمعت هو فقط هو يتبعك انت ولا كل ما طاح منك انت شي دوري قبل وتقعد ما تعطي شيء سوى شنو فهمت معناها ان هذا عائق ومشكله يا غير ما نقول لي رقاش علم يفكر فيه احنا ما نقد انا مثلا ما نقد نفكر نعودها من عدد بوتيك وتيت نفكر في المشاكل وتوقفني مشاكل دائما موجوده وكل ما كانت الفكره اكبر وكل ما كان النجاح اكبر كل ما كانت المشاكل اكبر والتحديات اكبر سمعت معنا لابد من رجاش يعود هو أهل للتحدي يعود مستعد المشاكل ويعود يتمتع بحلها زين بالنسبة للأفكار خالكش من خلق مثلا تعود عنده لا فكرة واحدة مثلا هذه الفكرة هي اللي انتهش شنو هي ضرورة هون أن الإنسان يتم يعدل دائما مزاجه للرأس ويعني تحديثات للأفكار يعني هذه الفكرة نطورها مثلا ما خليها ما شلع على النفس من وال واحد نعم فهم يعني يعود عنده نوع من الابتكار يعني هذه الفكرة لا يتروحني فكرة أخرى هذه الفكرة لين طورها نعم لأشكل شكل أفكار أخرى الطريق ستيفن كوفي أمريكي أنه توفى له 4 سنوات والله ذاك وعنده كتاب قال له العادات السبع ذكر فيه العادات السبع قديما يعني قديم ما هو جديد ذكر فيه على كل سنتين ينتهي صلاحية نصف ما عندك نصف ما تعرف تنتهي صلاحية نصف ما عندك معناها 4 سنوات تصبح خلاص تصبح يعني تصبح بعد فيروسات ومشاكل لا بد من تحديث يعني هذه لا بد من معناها كل 4 سنوات تنتهي صلاحية ما تعرف كل 4 سنوات وهذا قالوا قديم إذا اليوم العالم سريع متأكد أنا على كل سنتين تنتهي صلاحية ما تعرف يعني الفترة 4 سنوات عادة نصها به صحيح لأن وتيرة الزمن سريعة جدا سريعة جدا والطريقة الوحيدة أنك تبقى 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 مثلا مع تبقى ابديتد دائما مع الزمن يعني وتعود حاضر وتعود متحدث افكارك وعن طريق القراءه يعني رقاش ما يقرا يعرف انه مهزوم في السوق مهزوم في كل مجال رقاش كان ما عنده علاقه بالكتاب ما يقرا شهريا في مجاله هو اللي يقرا فيه ولا يقرا فيه افكار حديثه طبعا يعود على الانجليزيه لا يساعد ذاك لان الانجليزيه تعطيك الافكار اليوم يعود ما يعد ذاك ذا لا يعود تطور صعيب جدا وهذه النقطه اللي كيف ما ذكرت طبعا نقطه رائعه جدا وعند رجاش يعود دائما يسعى على انه يحدث من برنامجه وعلى انه يقرا وعلى انه يتعلم بشكل دائم وبشكل مستمر جميل جدا طبعا هو قضيه اللغه اللغه هي المفتاح اللي مثلا توصلك الكثير من الـ تفتح لك الكثير من الابواب وانك تطلع على
ترجمه يعني اطلع على اسم الكتب وتجارب الاخرين. صح. تجارب هذا ستيفن، هذا يعني ستيفن كوفن اللي قال لك عن 4 سنوات انت صلحت ما عندك هون 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 تبرز اهميه القراءه ومثلا متابعه الدروس عبر الانترنت بيدي تخرج مباشره يبدا الانسان يبحث عن وظيفه يجبر الوظيفه يعني لا تقرا هاي سلبيه هاي سلبيه تجبر شخص يعود كان مهتم بالشعر مثلا مهتم بال الكثير من الامور المهمه اني يخش مضمار العمل يذوب صحيح ولذا ما يتطور لذا هو يتم نفس المرحله ويتم قاعد يتم يتقاعس اللورا وتخلق مشكله عن العالم يتطور يتطور قدامه وتتحدث ويتحدث برامج شخلق هو مرات يعود معارض يتم يقول لك مثلا الانترنت ما هي مقابله شيء والتلفون ما هي مقابله شيء ويتم يعني يعود وتوف عاد هامه يعود مدافع عن ذاك القديم اللي عنده والنتيجه شنو انه هو لا يتكسر عليه لان الزمن تطور وهو ماشي لا تعود لا جزء منه ما تقدر تعود انت بزمنك والناس الثانيه بزمنها فهمت معناها نقول نصيحه من هون نعلن اي رقاش يبقي اليوم يعود مواكب للعالم يعود مواكب للاحداث مواكب لكل شيء جديد اعلن يعود على الاقل شهريا يقرا كتاب على الاقل يعود شهريا يقرا كتاب واليوم الكتب انا مثلا عندي كندل ما انا كانك تعرفها كندل نشريها من امازون وكندل خاصه بالكتب خاصة بالكتب نشري آخر الكتب الكتاب نشريه ب$4 نكتب $5 ومزلت نشريه ينزل في كندل لا هي شيء تقرأ فيها وتعود معاك تعود فيها أنت تعود عندك فيها مثلا 1000 كتاب من مجالاتك أنت وتعود تقرأها في المطار تقرأها في الطيارة تقرأها في الدار تقرأها في أي بليدة يعني فقط تابلت رافدة معاك وهي التابلت أنت يوميا تشحنك بأفكار جديدة في مجالك أنت وهذه تعود كتب يعني تشريها هذا شيء مهم جدا انه نعود للشخص المجال اللي يقرا ولا المجال اللي يشتغل فيه عود متابع اهم التحديثات أكيد. اللي فيه ماني انا تعلمت مثلا نمط معين ولا القواعد القديمه اللي كنت نعرف يعني وكل القاعده ما هي ثابته يعني تتغير وتجي وراها ياسر كثير من القواعد لابد الشخص يعود مثلا في الصوره صحيح ماشي صحيح. ماشي مع احنا مثلا بالاكاديميه عندنا يعني طرق للتعليم هذه الطرق نسعى يوميا لتطويرها من خلال متابعتنا للمعاهد الثانيه اللي عن بعد ومن خلال ايضا التعاقد وحتى اننا ندفع الواحدين يعودوا متخصصين في نوع من المجالات باش يعطونا افكار ندخلوهم شورنا وشوفوا اللي نعدلوا ومن خلال اللي شافوا يعودوا يعطونا افكار نقدر نساعدوا بها طلابنا ونساعدوا بها الناس روادنا عنهم يتعلموا اكثر وعنهم يتعلموا بسرعه يعني استفدتوا من هذه الافكار مثلا على سبيل المثال يعني هذه الافكار جديده الناس اللي دخلوا عندكم في التعليم ويعطوا افكار للناس جديده يعني يعترضوا على بعض الطرق والله زاد يقول لكم عن هذه الطريقه عاد طريقه متجاوزه في التعليم الافتراضي مثلا يعطيكم تدخلوا نمط معين والله تديروا تحديث جديد نعم دائما اللي هم دائما يعطونا افكار تتعلق طبعا بالتدريس احنا اساسا اللي هو خالق هو دائما خالق ذوابت خالقين 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 طرق ثابته خاصه في التعليم وهذه الطرق الثابته احنا ندوروا دائما تطويرها طرق يعني طرق كلاسيكيه طرق نعود واقف لك قراي مثلا والله نعود المعلم هو اللي يقيدك يعني هو اللي يقود العمليه يعني ما تلا صايب حد يقعد في قاعات الدرس يعني وحتى ان البعض يقول لك انا ما نحس اني قاعد في قاعه الدرس ما نحس بقيمه النقره والله ما نحس فعلا اني انا طالب والله نقرا هذه الروايه صحيح. كيف يشعر الشخص بالتعليم الافتراضي يعني يحس به التعليم الافتراضي تحدي التعليم الافتراضي ما هو بسيط كيف ما ذكرت انا مثلا قدامك فرق ترايف وجهي وترايف قسمات وجهي ونضحك ومعاك ونشير متفاعلين معك نعم اذا راني نعود نقريك عن طريق الواتساب مثلا تعود تحدي اكبر انا لا يعود هدفي شنو هدفي ما فقط لا نقريك هدفي اني نخليك متحمس هدفي اني نخليك موجود هدفي نخليك انك تشارك وانك تم مثلا موجود يعني الحماس يعود موجود الحماس ده هو اللي انا اعطيه لك اللي يعود قدامك يعود قدامك نعطي لك بقسمات وجهي ونعطي لك بحركاتي ونعطي لك بدا. يعني يعود ماني فين يعود اني تعود ما تراعي فيه يصبح تحدي وكما قلت لك احنا الاساتذه اللي عندنا دائما الاساتذه اللي عندنا ما نقبضهم على معايير فقط اللغه الانجليزيه وانما نقبضهم معايير الاخلاق اول شيء لان روادنا كاملين مهمين والناس اللي مهمه في مجتمعها والناس ايضا اللي عندها افكار كبيره ومهمه عندنا حتى اذا دائما يعودوا معيار الاخلاق مهم عندنا ويعود ايضا معيار نشاط يعني دخل واحد مجموعة تشوف 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 الطريقة اللي الله يخلي بهذه المجموعة أنها تتفاعل تشوف ناس الطريقة اللي بالنسبة للتقنيات اللي يلا يتسلح بها المعلم الافتراضي والله الأستاذ شنو هي
أول شيء أول شيء أول شيء للناس كامل اللي مهتمة بدنا قالوا تدريس عن بعد والله مهتمة بناء مشاريع أساسا على الإنترنت، هو أنا نصيحتي لهم على أنهم ما يسرعوا، أول شيء ما يسرعوا ويبدوا يتعلموا الآلات. إحنا مثلاً ساعة في المحارة ما يتسرعوا كيف تاش مثلاً ما يعودوا عجالة النتائج، ما يعودوا عجالة المشروع. إحنا ساعة في المحارة كما قلت لك نعودوا سابق نقرأ القرآن، سابق مثلاً تقرأ التفسير، ينقال لك خلاص ينقال الآلات، آلات هم شنو هو؟ النحو والبلاغة والتصريف، يعني هذا نسموهم آلات، يعني تعطي فيهم فترة زمنية تتعلم الآلات، عدنك تعود الآلات عباك تقيس التفسير وتقيس الحديث وتقيس المسائل الثانية. إذن نفس الإنترنت سابق تعد اللي هو تتقل مشروعك هم آلات. آلات شنو هو؟ تعلم التسويق على الفيسبوك، تعود تعرفه، تعلم الطريقة اللي هو الإنسان بسيط جدا يا خير، لابد من وقت. نعم ايضا هم مساله مهمه هو عني كيف كيف تفهم لماذا الانسان يشري، لماذا الانسان انت تركت مثلا اشتريت تلفون ولا اشتريت مساله معينه لماذا اشتريتها؟ اذا لابد من عود فاهم عقليتك انت كشخص تشتري الاشياء الجميله اللي نلعب على ذاك الوتر ان الاشخاص يبقوا الموضه يبقوا اقتناء الاشياء الجميله، شنو احتياجات الناس، شنو هو حتى انا قاعد تعرف الذوق اللي يبقوا اللي قد ينتر مثلا يستقطب شريحه معينه والله فئه معينه سواء كانت رجال نساء شباب مراهقين، يعني يعود فيه نوع من الدراسه للفكره ما يعود الا صحيح. إذن اللي هو طريقة سيكولوجية النفسية اللي تخلي الإنسان عنه يشري قاع يسوى موضة يسوى أي شيء، إذا فهمتوا؟ لأنك أنت ما لك فهم السيكولوجية، أنت لا هي تبيع ما لك يتبيع، ولا هي تستهدف الشخص الغلط، ولا هي عقب يتضايق معك، ولا عقب تقول كلام خاسر، وتعقب تقول هذا قاع مو بزنس ولا هو شيء، إذا هي مسألة مهمة جدا. لا ترجع تتعلم الآلات، تعلم التسويق، الطريقة اللي تسوق بها فكرتك بطريقة الناس تحترمها، وتعلم الطريقة اللي تعدل بها الناس تثق فيك طبعا بخدماتك وبالطرق اللي تسوق بها فكرتك، وتعلم الطريقه اللي تعدل بها الفيديوهات، لانه خالد قاسم الناس يبدا وهو كل شيء يعدل اوت سورسنج، يعني كل شيء عنده يعود عنده شخص يعدل الفيديوهات، عنده شخص يعدل له مثلا اعلانات الفيسبوك، هذا مكلف. اذا ما نصح به رجال صاحبي رجال عنده في البدايه يعطي وقت ولا عنده الفضاء ينفقها في الدورات لين يفوت يعرف الطريقه الالات المهمه. الوقت اللي عرفت الالات المهمه لا هي تعود نقل فكرتك الى مشروع لا شربته معي، يعني لا هي تسهل عليك يعني تقطع شوط كبير في نعم كيف كما قلت لك في الاكاديميه عدلتها نهايه 2015 انا بدات مع الانترنت بدات ننفق يعني في الدورات، يعني عدلك لك راك عام قري عام زايد عام زايد والله عام زايد شوي عام زايد وفي البدايه كيف تنين بدات مع الاكاديميه كنت طبعا جاهز من قد الالات كاملين كانوا كنت نعرفهم، يعني كنت نعرفهم من عن كاملين نعرفهم كاملين، يعني ما عندي مشكله في قالوا الاله يعني جاهز لان قط قاعد اشتغلت مع شركات سابقا نروج لها وانفقت انا فضلتين تعلمت المونتاج تعلمت الترويج تعلمت كامل. اذا اشتلقاني في الفتره تلقاني عندي فكره تقند الفكره بدات ونعرف الطريقه اللي تقبض ما كنت عجلان عليها طبعا كيف ما قلت لك على الرغم من المعارضات اللي كنت نجبر وعلى الرغم من المشاكل اللي تبر لاني كنت مؤمن بالفكره لان هاي الفكره قلت لي تنجح هي ندور انا ندور شيء لا هي قد يساعد الناس ولا هي يعطيني انا الحريه يعني اقدر اشتغل في اي بلد من العالم ويبدا ومع الوقت يعقب يعود مساله كبيره وكما ذكرت قبيل عن الفكره تبدا هاك صغيره يا انت هو تؤمن بها انت هو ابوها انت هو مربيها يعني تبدا توكلها وتشرب سقيها وتقويها وتعتنى بها وتم تكبر تبين تعقب تعود شيء قاع ما كنت تخيل تقول ما كنت شاكل انه يوصل للمرحله اللي فيها. جميل جميل. اكاديميتكم طبعا اكاديميتك اكاديميه ناجي ميني ناجي للتعليم، شنو هي الافاقكم المستقبليه ان شاء الله؟ ما التطويرات التحديثات اللي طبعا تضيفوها لهي الاكاديميه؟ نعم افاقنا المستقبليه في الوقت الحالي احنا اصلا كنا اونلاين يعني كنا نقرأ فقط عن بعد عن طريق الانترنت. افاقنا المستقبليه ان شاء الله باذن الله تعالى هذه السنه عندنا اعلنا لهي نفتح مقر هون في نواكشوط وايضا لهي نفتح مقر ان شاء الله باذن الله تعالى في الجزائر وواحد اكيد ان شاء الله في المغرب ولهي نعود نحاول كانت تعود موريتان كامل نعود نشتغل فيها يعني واقعيه اكثر لهي تعود واقعيه اسمع لهي انت مو محافظين على اللي قالوا اللي كان يميزنا اصلا هو على الانترنت يعني انت مواصل الانترنت وطبعا كنا نقراوا الانجليزيه فقط درك لهي نهتموا اكثر ببناء المشاريع يعني الطريقه اللي نساعد مثلا الشباب الطريقه اللي يبنوا بها المشاريع عدلوا دورات ايضا تعود واقعيه في الواقع ورك شوب مثلا بثلاث ايام اربع ايام
ولاهي نواصل نشاطات الانجليزيه لا يتم تواصله. هدفنا ان شاء الله باذن الله تعالى في المستقبل ان نستطاع وان نستقطب اساتذه افضل اكثر في المستقبل، وان يعود عندنا تيم اكبر في المستقبل ان شاء الله باذن الله تعالى. ولا هو فقط مجال الانجليزيه، مجال الانجليزيه كما ذكرت قبيل هو ان الفكره تبدا عندك صغيره وتبدا تكبر وتوسع منها تفرع منها، يعني ما فقط تقرا الانجليزيه تعدلها الفرنسيه تعدلها، وما وقع لك واحد من الناس كامل اللي مثلا مقبل على بناء مشاريع نقول لها انه في المستقبل لا تسبب فرص ما كانت تخيلها، يتواصل معها الشركات ويتواصل معها الاشخاص اللي محترفين ولا هي يبدوا يعرضوا عليها الخدمات، توسع دور مجال دورهم هم قاعد يعودوا يشتركوا. مهم اهم شيء شنو هو انك تشتغل على فكره معينه ودي الفكره تتعب فيها في التسويق وتفتر فيها، بعدين تعود عاد عندها السمعه، يجد عندها السمعه انت طبعا عاد هناك سمعه معناها عاد السوق عتكاد. يعني اي شيء مثلا اي حد يتكلم عن الفكره قال فكره فلان والله يعني يلا نقيسوا فلان، يعني عاد اسم معروف في السوق. صحيح. طبعا الوقت البرنامج حكما ما اترى منه الكثير، قلنا انك ان شاء الله قريبا في نواكشوط ان شاء الله ببعض النصائح للشباب طبعا اللي اصحاب المشاريع والله اللي مقبلين على طبعا مشاريع، شن هي اهم مفاتيح اللي والله مفاتيح النجاح؟ شن هي مفاتيح النجاح؟ مفاتيح النجاح معروفه وتقليديه يملي الصبر والعمل والمثابره. يعني رجاج عنده مشروع كامل يسوى بني نوع، اول شيء يعود صبور ويشتغل ليل ونهار. يعني كل ما اشتقت هم يقولوا لك اصلا احنا لك عندنا هون قاعده نقول فلان محظوظ فلان ما محظوظ. فلان لو انك تعرف ذاك العمل اللي قطع الدل انت ما تراعي فيه تعرف انه ما محظوظ، وانما فقط تشتغل شيء من الشغله انت ما تعدله. معناها ان اي رجال يبقى ينجح على اقل شيء تشتغله يوميا يا تعود من السوايا، ما تعود قاعد من السوايا، يا تعود اقل شيء 12 ساعه تشتغل بشكل يومي، 12 ساعه متواصله على مشروعك، اذا يريد تعدله وتعود صبور معه وتعود مؤمن بفكرتك بإذن الله تعالى إن شاء الله النجاح يعود حليفك إن شاء الله. طبعا نجاح حليفي وحليفك وحليف جميع المشاهدين الكرام وجميع الشباب الموريتاني يتمنى له النجاح سواء هون في موريتان وسواء في الغربة. نشكرك جزيل الشكر ميني ناجي مؤسس أكاديمية ميني ناجي للتعليم عن بعد، وشكر أيضا موصول لطاقم البرنامج طاقم برنامج يوم جديد. نعود ونلقاكم غدا إن شاء الله في نفس التوقيت. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.